وحيد حامد راح للخط ده؟ هقول لحضرتك على حاجه. في حاجه اسمها المفكر الابداعي، يعني زي ما نقول على عبد الوهاب لا ملحن ولا مطرب، عبد الوهاب مفكر موسيقي. ممكن نقول على الاستاذ وحيد حامد مفكر ابداعي، مفكر دراما. وهنا هو معجب، يعني مثلا ايه اللي خلاه يعمل عمارة يعقوبيان على وجه التحديد، ودي كانت اللي مرشحها لي بالمناسبه الاستاذه علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع، هي اللي قالت له دي الروايه اللي مكسره دلوقتي، فلما قراها لقى ان ممكن يطلع منها حاجه كويسه. هو اشتغل في الراقصه والسياسي مثلا للاستاذ احسان عبد القدوس، واشتغل ايضا في فتوات بلاء، واشتغل اكتر من حاجه للاستاذ نجيب محفوظ. وبالمناسبه مره اكتب لي على الافيش الى الفتوه على افيش فتوات بلاء. فكان هو عنده قدره على استيعاب العمل كويس قوي، وان يضع رغم جوده الروايه، رغم جوده الروايه ان يضع فيها خبره وحيد حامد اللي هي ربما لا تكون موجوده في الروايه من الاساس. يعني هو خد روح الروايه، انا مش بقول طبعا انه بوظ الروايه، لا لا بالتاكيد، لا هو ادالها روحه، ايوه روحه اللي هي المتفرده بقى في العلاقات والناس، ادالها خيال، وخصوصا ان في ده مود وده مود تاني، يعني احسن تفاصيل تانية. احسن مود نوادي وطبقه ارستقراطيه، نجيب مود الشارع والحاره، يعني المودين صعب، صعب انك تشتغلي ان يبقى في سيناريست بيشتغل على المودين دول. الحقيقه وده يعني بيبين قد ايه وحيد حامد حرفي. بس انتوا لسه برضو مجلس الشارع مسيطر عليكم. ليه؟ يعني شفت فيها ايام الحوار باين فيه. انا قاعده ما بينكم مش عارفه اقول ايه. شفت طيب. ايام حلوه فيها، بس انا استطيع اقول لك على حاجه. هو إيه هذا الرجل احلى ايام شفتها وما بتقعد تسترجعها دلوقتي يعني بتبقى حزين ان الايام دي راحت. كتيره والله. اي يعني وحيد حامد قماشه كبيره جدا، هو الانسان بيفتقده في كل لحظه. كنت ممكن تتصل بيه تاخد رايه في موضوع شخصي؟ يوه، طب ايه راي بقى حضرتك ان انا ما كنتش بروح اساله في موضوعات صحفيه اصلا؟ ده انا بقول له انا قدامي كذا، وبعدين ايه عارف حلال العقد. يقول لك طب وانت قالت لك ايه؟ طب وهو قال لك ايه؟ طب وانت ناوي تعمل ايه؟ سميع يعني. لا وخير، لا 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 لا. عايز يساعد، ثاني بس عايز يحط ايده ويساعد. عند لفظه سميع دي ما حد والله، لو اللي قدامه ما كانت كلام وحيد حامد هيفضل قاعد عامل له كده. بس مش هقعد معاه تاني. لا لا مش هقعد معاه تاني. مش هقعد معاه تاني حقيقي. بس على فكره مش هقعد معاه تاني ابدا. لو الكلام عجبه هيقعد تاني، هيركز قوي 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 قوي. ده كان ساعات وهيقول له كمان. ساعات بيقول لي على حد معين جه، يعني مع يعني جه مع ضيف، يعني جه مع عضو. مشكله عارفه الضيف اللي بيدخل مع عضو النادي، داخل داخل النادي معاه. فهو كان يقول لي ايه، بصي الراجل ده رغاي قوي، بيقول اي كلام فارغ. بصي انا هراهنك، انا هقول جمله دلوقتي هو هيقول لي كذا، يقوم قايل الجمله، يقوم الراجل قايل نفس اللي هو توقع، فيقول لي انا هقول بقى الجمله دي هو هيقول كذا. عملها لعبه، ما ده عبقريه الحوار. قايل كذا فيقوم الراجل قال كذا، انا هقول بقى كذا، هيقول لي هيرد عليا. كان بيتوقع، عارفه اللي بيلعب بينج بونج، كان بيتوقع الراجل هيقول ايه. وبعدين ده كان احداث سياسيه بعيده قدامها سنين حصلت، مش هيتوقع حوار بيني وبين والنقلات. يعني انت لما تشوفي نقلات زي اللي حصلت في حياه الاستاذ عادل امام، ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه، لما تشوفي النقلات اللي حصلت في حياته من ممثل كوميديان معروف الى واحد بيشتغل تراجيدي، ونشوف حاجه زي الانسان يعيش مره واحده اللي كنا بنشوفها من شويه دي، ودي كانت نقله. الناس على فكره بالمناسبه في الانسان يعيش مره واحده، الناس دخلت السينما اتصدمت. هي داخله تضحك. لقت عادل امام بيمثل حاجه مختلفه تماما. ده بعد كده بقى خط لعادل امام بالمناسبه، لغايه بقى طيور الظلام واللعب مع الكبار الى اخره، يعني والمجموعه الكبيره ده اللعب مع الكبار ده لوحده يعني قصة. في كمان لعبه كان هو بيلعبها استاذ وحيد حامد، كان بيسال كل واحد من اللي قاعدين مره جه على باله، ايه اكتر مشهد انت فاكره من افلامي، او ايه اكتر مشهد انت او بتحبه، ايه الجمله اللي بتعلق معاك. فكل واحد يقول له جمله،
فكان يهز يعني، هو مش بيقول كده عشان يعرف المشهد اللي عجبه بجد، هو عايز يكتشف شخصيته يعني. ليه الجمله دي علقت معاك؟ وساعات كان يطلع افيهات ويضحك يعني. انا قلت له جمله بين راجل وست، قال لي طب ليه بقى اشمعنى دي؟ اكيد في حاجه في حياتك. ويقعد يضحك ويهزر، هو كان راجل يعني دمه خفيف، عشان الدم الخفيف والضحك اصلا محتاج ذكاء، هو الراجل ده كان ذكي طبعا. فمفيش حد ابدا غبي ممكن يقول حاجه تضحك او ممكن يعمل نكته او ممكن يعمل حاجه ساخره. هو الراجل ذكي وشايف، فده يسهل عليه جدا مهمه الاضحاك. مش بس الاضحاك، وحتى انه يبكينا في مشاهد برضو. كان يعني طبعاً.